اعتداء الألباني على الإمام أبي حنيفة، فهذا ما نقلناه من أركان النقل وأئمة الرجال الذين عليهم المعول في هذا الباب في حق أبي حنيفة الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه من الثناء على حفظه وإتقانه وعلمه. وقد قال الحافظ أبو الحجاج المزي في مقدمة تهذيب الكمال: واعلم أن ما كان في هذا الكتاب من أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك فعامته منقول من كتاب الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الحافظ ابن الحافظ، ومن كتاب الكامل لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ، ومن كتاب تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ، ومن كتاب تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي الحافظ، وما كان فيه من ذلك منقولا من غير هذه الكتب الأربعة فهو أقل مما كان فيه من ذلك منقولا منها أو من بعضها. وقد اشتمل هذا الكتاب على ذكر عامة رواة العلم وحملة الآثار وأئمة الدين وأهل الفتوى والزهد والورع والنسك وعامة المشهورين من كل طائفة من طوائف أهل العلم المشار إليهم من أهل هذه الطبقات، ولم يخرج عنهم إلا القليل. فمن أراد زيادة اطلاع على ذلك فعليه بعد هذه الكتب الأربعة بكتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد كاتب الواقدي، وكتاب التاريخ لأبي بكر أحمد بن أبي حيثمة زهير بن حرب، وكتاب الثقات لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، وكتاب تاريخ مصر لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وكتاب تاريخ نيسابور للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحافظ، وكتاب تاريخ أصبهان لأبي نعيم أحمد بن عبد الله ابن أحمد الأصبهاني الحافظ. فهذه الكتب العشرة أمهات الكتب المصنفة في هذا الفن. انتهى. ومعلوم أن ابن عدي قد تعدى وجاوز الحد في الوقيعة في الإمام الأعظم، وكذا الخطيب البغدادي قد استوعب مثالب الإمام فأتى بقاذورات لا تغسلها البحار. وكانت عامة كتب الجرح والتعديل في متناول أهل العلم الذين نقلنا مناقب الإمام الأعظم من تصانيفهم كالسمعاني والنووي والمزي والذهبي وابن كثير والبرهان الحلبي وابن حجر العسقلاني، وهؤلاء كلهم من أئمة هذا الشأن، ومع ذلك لم يلتفتوا إلى ما قيل في أبي حنيفة أصلا، بل على رغم هؤلاء الطاعنين يعدونه في الحفاظ ويوثقونه ويجعلونه من أئمة النقد الذين يرجع إلى اجتهادهم في التضعيف والتصحيح والجرح والتعديل، ويذكرون أقواله في هذا الباب. فهذا الإمام أبو الحجاج المزي كل ما ذكره في ترجمة أبي حنيفة في كتابه تهذيب الكمال إنما أخذه من كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ولم يعرج على ما ذكر فيه من قدحه أصلا، علما بأن كلام من تكلم فيه إنما صدر عن هوى وعصبية
والإمام بريء عما رمي به من أعدائه، فلا ينبغي أن يذكر منه شيء. وقد صرح الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن كتاب تهذيب الكمال ينبوع معرفة الثقات، وقد أثنى على صنيعه هذا قائلا: قد أحسن شيخنا أبو الحجاج حيث لم يورد شيئا يلزم منه التضعيف، انتهى كما مر سابقا. وعلى منواله جرى من أتى بعده كالذهبي وابن كثير والحسيني وبرهان الحلبي وابن حجر، وكلهم من السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، وهلم جرى إلى يومنا هذا، إلا أن بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا وهو الشيخ ناصر الألباني قد شذ وحاد عن الطريق، فأخذ يقع في مثل هذا الإمام ويتكلم في حفظه وإتقانه، ويضعفه ويرميه بسوء الحفظ وينفي عنه الضبط والحفظ، وتعامى عن نصوص موثقيه أمثال الإمام الحجة الحافظ شيخ الإسلام أبي بسطام شعبة بن الحجاج الأزدي، والإمام العلم سيد الحفاظ أبي سعيد يحيى بن سعيد القطان، والإمام الحافظ قدوة أصحاب الجرح والتعديل أبي الحسن علي بن المديني، والإمام الفرد سيد الحفاظ ملك الجرح والتعديل يحيى بن معين، والإمام الثبت سيد الحفاظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وغيرهم من أئمة هذا الشأن، حيث يقول في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة عند الكلام على حديث إذا طلع النجم رفعت العاهة عن أهل كل بلد، ما نصه ضعيف، أخرجه الإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار. أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعا، ومن طريق أبي حنيفة أخرجه الثقفي في الفوائد، وكذا الطبراني في المعجم الصغير وفي الأوسط، وعنه أبو نعيم في أخبار أصبهان، وقال النجم هو الثريا، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى على جلالته في الفقه قد ضعفه من جهة حفظه البخاري ومسلم والنسائي وابن عدي وغيرهم من أئمة الحديث، ولذلك لم يزد الحافظ ابن حجر في التقريب على قوله في ترجمته فقيه مشهور، انتهى. ونحن نسأل الألباني إذا كان ضعف أبي حنيفة متحققا عند ابن حجر، فلما لم يضعفه واكتفى بقوله فقيه مشهور، مع تصريحه في مقدمة تقريبه بقوله إنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به بألخص عبارة وأخلص إشارة، انتهى.